السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ كلشي مزيان؟ كلشي مليح؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي على خير وبخير. اول حاجه كنبغي نشكر كاع الناس اللي تابوناو عندي في القناه ديالي واللي كيعاونونا بلي جيم وبلي كومونتير وبلي فين تاعهم كيشوفوا الفيديوهات تاعنا. شكرا بزاف بزاف بزاف، بهذا الدعم ديالكم ان شاء الله غنبقاو ديما مواصلين ان شاء الله في العمل ديالنا. بون، شكرا بزاف، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واي واحد عنده في خاطره شي حاجه ديال الخير نطلب ربي يحققها ان شاء الله يا ربي. بو، اليوم جبت لكم واحد البرودوي زوين وجديد، كيسهل المزايا نتاعو هي انها كيسهل انك تفرج في التليفون، يعني فيلم، في ماتش، في اي حاجه، في فيديو ولا في اي حاجه، يعني بلا ما تقعد تشد بيديك ولا مثلا دير شي قرعه تكالي بها كما حنا مدارين نولفو، تكون مثلا قاعد في شي طابله ولا كدير قرعه ولا كدير كاس ولا كدير شي حاجه اللي كتكالي بها التليفون باش تفرج. يعني هذيك ما كنصحكمش بها حيت ما صالحاش، حيت في اي لقطه يقدر مثلا التليفون يصوني ولا يفيبري ولا يقدر يطيح، يقدر يوقع شي مشكل. المهم جبت لكم واحد السيبوره تاع التليفون زوينه بزاف بزاف، تقدر تفرج فيها، تقدر دير فيها مثلا تفرج فيها كما قلت لكم كره ولا فيلم ولا فيديوهات ولا، وتقدر تصور بها. يعني مثلا هاد اللقطه اللي راني نصور انايا بالرانج لايت اللي ديجا كنت درت لكم عليها فيديو في الفيديو الاول، يقدر ديرها هي حتى هي، تقدر دير بها يعني سيبورا حتى هي، تقدر تفرج فيها وتقدر دير بها لي فيديو ديالك، تقدر تصور بها لي فيديو ديالك. وهذه باش مزيانه، يعني عندها واحد الاماكن مخصصه اللي كتساعدك فيها. بون، كنظن هذه هي سيبورا وغادي ان شاء الله نهضر لكم اليوم عليها. يلا سيدي، مرحبا. مرحبا بي صحابي، ان شاء الله اليوم هذه هي السيبورا اللي ان شاء الله غادي نهضر لكم عليها. بسم الله، كتجي فيها هذه وكتجي فيها هذه. هذه حنا عندنا معروفه في السوق سميتها سيبورا مساك، كنقولوا سيبورا مساك وحديد، يعني هذه سيبورا حديد مساك. حيت علاش كنقولوا لها سيبورا حديد مساك؟ كنقولوا لها سيبورا حديد حيت هي مصوبه، يعني عندها هذا الفليكسيبل ديالها، هذا فليكسيبل اللي تحرك فيه كيما بغيت، فليكسيبل حديد. حيت كاينين وحدين واحد الفريق شويه ناقص على هذه، هي عندها فليكسيبل نتاعها بلاستيك، هذيك ما نعرف كاع واش هو الدور ديالها، ما هذيك ما صالحاش نهائيا، هذيك ما شدهاش طال روحها عاد شد التليف. هذيك راه مزيانه، هذه سيبورا حديد مساك حيت فيها هذا المساك، هذا مساك هنا وفيها مساك هنا، هذا هو المساك اللي كيشد التليفون. وهذا المساك غادي نقول لكم فين يقدر يجي، نقدر ديروه. بون، السيبورا كتجي هكذا، كيجي فيها هذا وكتجي فيها هذا، كيجي فيها هذا المساك هذا وكيجي فيها هذا الفليكسيبل اللي فيه حتى هو المساك، كيجي فيها هذا السلوفان هذي باش كتكون محمية، وكيكونوا فيها اللوانات. بالنسبة للوان كيكون فيها الأحمر، الأبيض، الأزرق، الكحل، الغوز، المهم فيها بزاف نتاع اللوانات. هذي غادي نحيد بها هذا الفيلطاج هذا، وغادي ندخل هذا الفيلطاج الصغير، ندخلو هنا وهابا ندخل هذا التوشية هنايا، عاد نفليكس هذا، نزير هذا بهذا الفيلطاج هذا. فوالا، كنظن دابا راها موجودة، صافي دابا راها موجودة. يعني هذا راه كدور هكدا، كدور كتحكم فيها كيما بغيت. هنايا عندها التوشية، هنايا عندها ديك الراس، يعني مصاوب بحال شكل إيروكس، يعني داير، يعني هادي تقدر دور بها كيما بغيت، دور بها. فوالا، هيا تقدر تطور فيها كيما بغيت تطور فيها. فوالا، السيبورا دوكا راها موجودة. دابا كي غادي نديرو نختموها. بحال مثلا أنا عندي هنايا البيرو، مثلا بيرو، هادي كتلصق في بيرو، في طابلة، في بوطاجي، المهم في أي حاجة عندها فين تشد بحال هكدا، في هاد المساك هذا. هيا بحال هاد الطريقة مثلا، أنا غادي نديرها هكدا، فوالا، هيا لصقت. وما تخافهاش تطيح ولا، يعني هي راه مشدوده مزيان، تخافهاش تطيح. هذا قلت لكم فليكسيبل، يعني نتحكم فيه كيما بغيت ندير له. انا مثلا غادي ندير له مثلا بحال هكذا باش يجيني مثلا اوفاس وجهي. فوالا، ها هو دابا اوفاس ليا، نقدر كيما قلت لكم ندير به فيديو، نتفرج فيه، ندير فيه اي حاجه كاع. غادي نجيب تليفون باش نسيلكم باش تشوفوا هذا الشيء مباشرة. فوالا، هو التليفون، بسم الله،
هذا راه مساك عادي، الخدمه نتاعو ماشي شي حاجه اللي غريبه ولا بيزار ولا واعره ولا فوالا. نحاول ما امكن راني نبعد نشوف الجناب باش نحاول ما امكن نبعد لي بوطون تاع الفوليم ونبعد لي بوطون ديال اوف باش ما باش التليفون ما يطفالش. هو التليفون هو مشدود يعني كيما لاحظتوا واخا من حتى التليفون ديالي يعني ماشي مالت عندي بحال هكذا ولا مالت هكذا على اليمين ولا على اليسار يعني هكذا كيما كان بوزيسيون اللي كنختاروا كتبقى فيها مباشره. هاي هذاك الفيديو راه التليفون دوكا راه قدامي في السيفوره راه موجود فوالا نتفرج يعني على خاطر خاطري اي حاجه بغيت نديرها نديرها راني نتفرج بخير ما نشد بيدي ما نكاليب كاس ما نكاليب كرتونه ما نكاليب قرعه ما نكاليب حتى شي حاجه. سيفوره مديوره سبيسياليست التليفون انها تشد لك التليفون باش تفرج فيه ولا دير به لي فيديو ولا تكون تهضر ابي الفيديو مع شي واحد كاع تقدر تهضر ابي الفيديو باش حتى لو بغيت التليفون يكون واقف راك غير هاد الفليكسيبل هذا كدور واحد شويه هكذا هاد الفليكسيبل قلت لكم تحكموا فيه كيما بغيت يعني تفرج فيه واقف ولا جالس ولا هكذا يعني افقي ولا عمودي دونك راني نتفرج هكذا كيما قلت لكم نتفرج ندير لي فيديو اي حاجه بغيت نديرها نديرها راني نتفرج مرتاح يعني. كنظن السيبورا تكون عجبتكم وكنظن كاع المعلومات اللي قدرت نعطيهم لكم راهم هنا موجودين. هي سيبورا زوينه بالنسبه للثمن تاعها كيتراوح ما بين 45 درهم حتى 50 درهم وهذيك الكاليتي عليا انا ما كنصحكمش بها. الثمن تاعها ديال 30 درهم 35 درهم ولكن ما ننصحكمش بها الا من احسن بعد ما يزيد 10 درهم ولا 15 درهم ويدي حاجه مزيانه. كنظن نكون جميع المعلومات اللي عرفتها عطيتها لكم. نتمنى يكون هذا البرودوي عجبكم ونتمنى الفيديو حتى هو يكون عجبكم ونكون فهمتوني داكشي كامل اللي بغيت نوصل لكم يكون مفهوم عندكم. شكرا لكم بزاف كنتمنى تابوناو عندي وتشاركوا القناه مع لي زامي ديالكم وتبقاو ديما متابعينا. شكرا بزاف تحياتي وكما نقول ديما اللي في قلبو شي حاجه ديال الخير نطلب ربي يوفقه ان شاء الله ليها وشكرا بزاف والله يوفق الجميع. شكرا لكم بزاف كما العاده تحياتي I love you.